ده كمان ايه يعني، كمان واحنا طالعين كمان في الممر ده قالوا بقى لا ده ممر كل الناس تطلع. طب ماشي، اليكم المفاجاه الكبرى، اليكم بقى ان زوجي اللي قلت لحضراتكم ان هو كان جايب اكل للولاد وبيسربه من للمسجد عشان الولاد الصغيرين الموجودين في المسجد، رجع تاني لنفس الشارع يحاول ان هو يجيب كميه تانيه، وهو طالع لقى قوات من الشرطه، وده ليها شاهد عيان شافها، طبعا لا يمكن اقول عن اي حاجه خاصه بيه، شاهد العين ده شاف ان الراجل ده اللي كان لابس اللبس الفلاني وطالع لقاهم، راح رجع بظهره تاني، راح القناص راح لقطه فوق طلق ناري في الراس، جه فوق حاجبه اخترق الجمجمه عمل لها انفجار، وطلعت الرصاصه من الفك السفلي من اسفل كده من ورا من تحت شعره، طلعت الرصاصه، وقع في ساعتها كمان ما سابوش في حاله، ده كمان بدأوا ان هم يولعوا في الميدان بعد ما احنا طلعنا وجسمنا لسه جوه، حاولنا ان احنا نطلعه باي طريقه ما قدرناش ان احنا نطلعه. المشكله ان انا لما جيت كمان طلعت من الميدان انا مش عارفه لا اروح بيتي ولا اروح في اي حته، لاني واحده مش من نفس المكان، مش من نفس المحافظه، من محافظه تانية. حاولت ان انا اتصرف ان انا اوصل لاي حد من قرايبي ان انا بات عنده، والا هيتعرف من خلال شكلي انا وعيالي ان احنا كنا في رابعه، لان بقت البلطجيه بتقف عند كل النقاط بتلقط اي حد باين عليه طالع من رابعه. وانا كنت كاتبه على ظهر ابني لما كنا خلاص هنموت، كنت ظهر عليه كاتبه عليه اسمه واسم اخوه رقم اقرب تليفون يقدروا ان هم يوصلوا له، عشان لو انا وهم متنا يقدروا ان هم يوصلوا عن طريق الكتابه اللي في الظهر دي لما كنا في مسجد رابعه يقدروا لهم. طلعت بعد كده قدرت ان انا اوصل لحد من معارفي هناك، قدرت ان انا ابات عنده. كانت المشكله ان انا ارجع تاني بلدي، بقوا موجودين على نقاط التفتيش في كل ما في كل مكان، اي حد بس بيشك بس ان هو كان موجود في مدرب عام كانت البلطجيه يا اما بتقتله يا اما بتسلمه للجيش او الشرطه، وبرده كانوا بيتقتلوا زي اللي 37 للناس اللي كانوا في عربيه الترحيلات. كمان المشكله بعد كده فين على ما قدرت ان انا اوصل، طبعا وسربوني، ده مش سربوني انا بس، ده سربوني انا وكتير من الشهداء، قدروا ان هم يهربوا من وسط النجيله والزرعه في الطريق الزراعي عشان يهربوا جثمانهم ودفنوهم كده من غير تصريح دفن. ليه؟ لان كل ما نيجي نعمل تصريح دفن الحمل لا لازم تكتب ان هو انتحار. انتحار ايه؟ انت هتجنوني؟ انتحار ايه؟ بقول لك تقرير الطبيب الشرعي والتقرير اللي طالع من المستشفى بيقول ان انا زوجي اخذ طلق ناري في الراس، يبقى ازاي انتحار؟ ازاي انتحار وهي جايه من فوق؟ يبقى ازاي انتحار؟ يعني انا مش فاهمه ازاي انتحار. بعد كده قعدوا يدوخونا على جثمان زوجي، قعدنا 3 ايام لغايه يومين لغايه يوم الجمعه على ما قدرنا ان احنا نستدل عليه، دوختنا كل ما اروح نسال في الجيش او في الشرطه اللي كانوا حوالين الميدان، اولا رافضين ان اي حد يدخل، طب الاسعاف حتى تدخل بالعافيه الساعه 2:30 بالليل، شال عين قال ان عربيه الاسعاف جت وشالته ورفضت ان حد يركب معاه حتى عشان يستدل على اهله. انا ما قدرتش ان انا الف وادور معاهم لاني معايا اطفال صغيرين، فضلت مستخبيه لغايه ما يقدروا صحابه والناس اللي كانوا معانا في الميدان ان هم يلاقوا جثمانه. وفي الاخر بفضل الله عليا وستروا عليا لقوا جثمانه بسبب علامه موجوده عنده. لقوا جثمانه كان فوق رقم 5000، يعني هم بيقولوا ان اللي ماتوا في رابعه ما يزيد عن 1000، لا دول 2800. انا بقول لحضرتك رقم زوجي في المشرحه كان فوق ال 5000، 5000 وكسر، بس انا مش متذكره الرقم لان الكلام ده طبعا كان من فتره. 5000 وكسر. وبعد كده حاولنا ان احنا نسربه، وعن طريق طبعا ان احنا نحاول ان احنا نطلع جثمانه بسرعه، ورفضنا تماما ان احنا نكتب موضوع الانتحار ده، وكتبنا ان هو طلق ناري في الراس. وقدرنا ان احنا نوصل بفضل الله المكان وصل لنا عليه هو والشهداء اللي معاه. انا بس يعني ليا سؤال بس للشعب المصري، لو احنا في عهد حريه ولو احنا في عهد ديمقراطيه كان ايه اللي خلاني داريت وشي من الخوف؟ لو سيقبل الراي وراي الاخر ايه اللي خلاني اداري وشي من الخوف؟ خلاني اداري وشي لان في اسر شهداء بعد ما طلعوا سجلوا وقالوا شهاده يتحاسبوا عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى اتولع في بيوتهم، اعتقلت ذويهم، اعتدوا زوجات الشهداء وفي منهم اتاخدوا في الاقسام، ويعني احداث الفيوم ليست ببعيد. لو احنا في حريه فعلا، لو احنا في ديمقراطيه فعلا فعلا، كان زمان كل الراي وراي الاخر كان طلع. انا زوجي مش ارهابي وانا واسرتي مش ارهابيين، احنا ناس صحاب حق ولن يضيع حق وراءهم مطالب، وهفضل وراهم لغايه ما اخد حدودي. ولكن انا كل اللي صعبان عليا شعب مصر اللي اتضحك عليه، يا شعب مصر فوقوا، انا وزوجي مش ارهابيين، يا اهلي اللي ربيتوني وانتوا عارفين تربيتي ازاي تساقوا فينا ان احنا كنا بناخده 200-300 جنيه، وان انا يتقال لي ان انت زوجك اتخذ فيكي 50 جنيه في الليله في خيمه النكاح، لما يقولوا ان المختمره دي من اخوان،
وان اللي مسميين اسامي اسلاميه دول من الاخوان، وان احنا نسائنا تنزل في اي مظاهره تبع الاخوان ما نخافش عليهم، بس نخاف عليهم لو كانت تبع اي تيار اخر. يبقى الاخوان دول اكيد على حق. الاخوان دول طالما ربنا اتخذ منهم شهداء يبقى ان شاء الله على الحق. ودام الدماء نزلت الارض والارض ما رضتش ان هي تشربها، يبقى ان شاء الله احنا على الحق. بقول لكل الناس اللي بتنزل وبتدافع عن الاحرار في كل مكان، اللي بيدافعوا عن حقي وحق زوجي وحق اولادي، اللي بيدافعوا عن حق الاسلام وبيدافعوا عن حق المسلمين في كل مكان، قول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله.